مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن فقرتنا المره دي مختلفه تماما، كل مره بنتكلم على صناعه المحتوى، ولكن المحتوى بتاعنا النهارده مختلف تماما عن شاب امتهن فكره الرعب وتقديم المحتوى الخاص بالرعب، وطبعا الرعب ليه عشاق كتير جدا. قبل ما من غير ما نقول كلام كتير خلينا ندخل في الموضوع على طول ونرحب بضيفنا النهارده روماني حبيب. منورنا روماني. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك عامل ايه؟ ايه بقى حوار الرعب ده؟ ليه رعب؟ هي جت صدفه كده، ما كانش مترتب لها ان انا اعمل كونتنت رعب. كانت تجربه كده لطيفه وجت برضو تلقائيه مع حد من زمايلي، فهو شاف حته الايه اللي هو خاف من طريقه كلامي وانا بتكلم. وكان في فويس نوت بالليل كمان، اللي هو كنت بتكلم عن حاجه عاديه، فالموضوع كان ويرد قوي يعني. فتعرض عليا بقى ان انا ايه اخش في المجال. بس فمع اول تيست عملته لقيت الموضوع فرط قوي. يعني صوت فويس نوت منك لصاحبك بالليل خوفه بالزبط. اللي جاب لك الفكره اصلا. بالظبط. انت اصلا كنت تتفرج على النوع ده من المحتوى؟ لا خالص. بتخاف انت؟ اكيد مفيش حد ما بيخافش. بس ما كانش في دماغي ان انا اخش في المجال ده خالص. يعني ولا مرتب له. صوتك، نبره صوتك، اقناع. اقناع. طب اقناع. على الاقناع بقى، وانا انا متابع كويس جدا للفيديوهات بتاعتك، المواضيع اللي انت بتجيبها يعني لما انت شخص مالك، يعني انت بتقول ان لا الموضوع جه بالصدفه، بتجيب المواضيع دي ازاي؟ ما هو بقى ده بقى من هنا بقى بدات الفكره. بدات بقى ادور من الوقت ده. اللي هو انا خلاص انا في كونتنت هشتغل فيه، فلما عملت تيست ولقيت ان الموضوع بدا ينتشر بطريقه كبيره جدا. والناس اعجبت بطريقه الالقاء وبالفويس اوفر والكلام ده، فبدات بقى ان انا ادور على مواضيع اكتر، فبدات ان انا اقرا اكتر. فبدل ما كنت بشوف قصه مثلا تعجبني اعملها فيديو، فبقيت اشوف 10 قصص عشان انقي قصه او اثنين تطلع واحده بس. طب ايه اكتر واحده عملت تفاعل كبير مع الناس وكنتش متخيل ان هي تبقى ليها الصدى ده؟ ممكن نور الطجاجه مثلا. وفي حاجات تانية. طب ممكن تقول لنا جزء صغير جدا بصوتك بقى اللي بتطلع بيه في الفيديوز؟ نور الطجاجة دي كانت واحدة المفروض ان هي بتحيي الافراح، يعني زي الدي جي، عشان ده الكلام ده كان زمان في الثمانينات. تمام. فالمفروض ان هي كانت طلب عليها عالي جدا. انا بخاف مبدئيا. لا هو عامة القصة دي حصلت. كمان. فالطلب عليها كان عالي جدا. الكويت. كان اي حد عاوز يجيبها في الفرح بتاعه عشان تحيي الفرح. ففي يوم من الايام نورة دي كانت اجازة هي والفرقة. فجالها حد عاوز ان هي تروح تحيي فرح بنتها. فالمفروض ان بنتها مش هتتجوز غير لما نوره تيجي تحيي الفرح. طب يا ست ده احنا اجازه مش هينفع. عشان انا عارف ان القصه طويله، ادخلي بقى في الموضوع لحد ما ايه ملخص اللي هي اكتشفت ايه لما راحت. هي بالعافيه راحت تحيي الفرح عشان المبلغ كان كبير جدا. جابوها بالعافيه تحيي الفرح. تمام. المبلغ كان كبير جدا. نزلت الفرقه ده كان في الكويت على فكره. ده الكلام ده في الكويت. في منطقه اسمها تقريبا حي السلميه، حاجه زي كده. وبعدين راحت بقى نوره تحيي الفرح. راحت نوره تحيي الفرح. ويا ريتها ما راحت نوره. يا ريتها ما راحت. ما العظيم مهايبرين. مع تاني فقره بدات الفساتين تترفع بتاع المعازيم من كتر الهيبره وبيشدوا شعرهم، وتشوف رجول معيز وحيوانات. مش رجول بني ادمين. واحده اغمى عليها، وفي واحده ماتت من وقتها. ساعتها نوره بطلت هي والفرقه، اكتشفت ان فرحت الجن. والبيت بعد ما طلعوا منه يعني بيجروا. الفرح ده مش فرح بني ادمين. لا لا لا. والبيت اصلا كان مهجور بقاله اكتر من 10 سنين كمان. بس هم اول ما راحوا كان مليان زينه بقى، ومليان ومليان نور ومليان طبول وكلام. السؤال اللي كنت بكلمك فيه في الهواء، ويمكن هو السؤال الاهم على الاطلاق، فكره ان انت اختلاطك بهذا النوع من المحتوى وتدخلك فيه بشكل كبير جدا، هيخليك اكيد هتحس هتشوف. انا اتمسكت من رجلي وانا نايم على السرير. احكي لي بقى الموضوع. احكي لي. قال لك اتمسكت من رجلي وانا نايم على السرير. بجد والله مش هزار. والكلام ده كان من قريب. المفروض ان العقل الباطن خلاص اتملى بالقصص دي. ففي كميه معلومات كبيره، وفي حصيله قصص، وطبعا في ماتيريال بتفرج عليها علشان المونتاج. ففي حاجات داخل دماغي لو انا اصلا مش مقتنع بيها ان هي حصلت، فانت دماغك متروسه بالكلام. ففي كام موقف حصل معايا. وفي مره وانا بصور فيديو كنت بصور على السطح لوحدي، كان ورا الصوره بتاعت زنان. الصوره دي بالمناسبه اتحركت في كذا فيديو، ممكن كمان في عماره رشدي بعد الدقيقه السادسه. بتحركت في اكتر مره. يمكن شفت التعليقات، ناس كتير بتتكلم. يعني ايه اتحركت؟ يعني المفروض لو في هواء في البرواز ده، ما انت فوق السطوح. حلو. لا بس السطوح مقفول، مش مكشوف. فلو في هواء في يعني هيتحرك كده. هو اتحرك ازاي؟ هي اتحركت حركه مالهاش علاقه بالهواء اصلا. اتحركت كده. طب موجه. كانها موجه اتحركت كده. يعني لو في هواء هيعملها. لا دي اتحركت كده. واكتر من مره. الحاجات دي ما تخلكش تقول والله ما انا مقدم المحتوى ده تاني. انا بعدها بكام فيديو وانا قاعد في حد عمل لي كده وانا قاعد وراحت. انت حوار الرجل يعني حوار وانت قاعد كنت بتتكلم على اني موضوع ده؟ لا بتاع عماره رشدي ده اللي اتحركت في الصوره، وانا ساعتها الفيديو ما كانش هينزل لكذا موقف.
بعد المونتاج. كذا موقف بعد المونتاج. ايه بقى اكثر يعني مثلا ممكن وانا قاعد احس ان في حد قاعد معايا في الاوضه. الله عليك. وابقى متاكد يعني انا شام يعني في نفس يعني انا مش مثلا حاسس. انا اصلا هو بيقول لي الكلام ده انا نفسي قاعده خايفه منه هو شخصيا. لا وفي اكتر من موقف وخصوصا وانا في الجيش كمان. انا عارف الجيش قصصه كتيره وانا عارف ومعانا بالذات ما ده ما يعني ايه الدواليب تفتح وترزع بالليل وانا بصاحي يعني تصحيين مش دولاب ولا اتنين. طب انت ايه اللي رميك على المور؟ ما اعرفش حبيت انا لقيت نفسي خلاص حبيت العفاريت. انت روماني انت اللي بتحضر انت بتحضر حاجتك حاليا بس في اول 3 سنين انا كنت لوحدي. انت بادئ من 2020 اعتقد. من 2020 2020 بعد الكورونا. ايوه هو الكورونا اصلا اللي جابت الفكره. يعني الكورونا اللي جابت الفكره. انا ما كنتش اعرف ان انا واحد كنت شغال 18 ساعه شغلانتين جنب الدراسه بتاعتي. فما جاش في دماغي ان انا ابقى كونتنت كريتور اصلا. ايه اللي انت يعني انا يعني اخر سؤال معايا هو المواضيع كتيره جدا والمواضيع برضو ليها ليميت معين بالظبط. فهتيجي لحد وقت معين كده مش هيبقى في حاجه جديده في فكره الرعب. شايف ان انت ممكن تعمل ايه بقى عشان خاطر تزيد الحصيله بتاعتك؟ هي اي نعم على الرغم ان القماشه ممكن تخلص ولكن متجدده يعني ممكن تحصل حادثه واحنا بنتكلم لا قدر الله. انا مش بس رعب بس يعني مثلا ممكن الحاجات اللي حصلت على حاجات بتحصل قريب ظواهر مثلا تفضل تشتغل على كل اللي بيحصل يوميا حوالينا يعني. بالظبط مش يوميا يعني الحقيقه يعني انا نفسي واحده من الناس بخاف قوي من المحتوى ده وما اتفرجش عليه لكن اكيد انت ليك جمهور كبير جدا. واخيرا قبل ما اختم معاك عايز اعرف جمهورك الفئه العمريه من كام لكام؟ ما هو دي بقى الصدمه. الفئه العمريه كبيره يعني مش يعني مثلا من بس اطفال لا من 20 ل 65 من 20 ل 65 تمام. بنشكرك جدا نورتنا روماني حقيقي يعني يا صانع محتوى رعب. احنا بنشكرك شكرا جزيلا انت نورتنا معانا النهارده في صباح البلد. وللاسف يعني حلقتنا كلها خلصت بسرعه جدا ولكن ان شاء الله هنشوفكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10. الى اللقاء. الى اللقاء.